انتقالا الحين يا جرازيلا ومهران، بننتقل لضيفتنا، شخصية بارزة في عالم الموضة والجمال، حققت انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال نجاحها الجماهيري الكبير استطاعت أن تفتح أبواب جديدة في صناعة المحتوى وريادة الأعمال، مؤخرا بإطلاق علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل. قصة ملهمة نستكشفها معا. أزيل عزاوي أكشن. ومن حلاوته تنوكل. البرغندي، السماقي، الماروني، تعددت الأسماء واللون واحد، يجب بين الأحمر والبنفسجي وشوية برتقالي، وأصدقاء هذا اللون اللي يتماشون وياه البرتقالي الرصاصي الجوزي الوردي والأزرق وحتى الكاروهات. دمج الألوان رائع، بس تحتاجين تغذية بصرية حتى دائما تعرفين شو تنسقين هاي الدرجات. ماكو أحلى من تنسيقات رب العالمين للألوان. نقدر نستوحى تنسيقات اللون البرغندي من التين. اللون البرغندي هو من مشتقات الأحمر، والأحمر يعكس الشخصية القوية. حاولي دائما بالطلعات المهمة تلبسين اللون الأحمر. وهسه وصلنا لنهاية اللوك، إن شاء الله حبيتوه. لبست البرغندي حتى يكمل. يعني يسعدني الترحيب بهديل العزاوي، مؤثرة وصانعة محتوى. صباحك الله بالخير. حبيبي صباح النور. شخبارنا اليوم؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ الحمد لله. طبعا جدا سعيدين بتواجدك معنا، بس أنا حابة ألقي الضوء وأبدأ سؤالي من مهندسة إلى خبيرة تجميل إلى صانعة محتوى. صح. إلى رائدة أعمال، هذه الرحلة لو تلخصينا إياها كيف بتبدين؟ هي رحلة ممتعة صراحة. صح تقلب المجالات، بس مثل ما نقول هي ظروف همينة ساعدتني على هذا التقلب، لأن أنا أول ما تخرجت صار عندي أولاد، فاضطريت أنه أنا كنت ناوي أنه خلص أنا أربيهم، ما أريد يعني أجيب مساعدة وياي تساعدني بالتربية وياهم. فطبعا ما يضبط أنه هم اثنين صغار أنه أعوفهم وأروح أشتغل، فقررت هنا أنه خلاص أبلش بالسوشيال ميديا، مع أنه السوشيال ميديا ترى كانت بالبدايات جدا جدا، لأن أنا مجالي خبرتي بهذا المجال صار 12 سنة يعني. فبلشت بهذا الموضوع، وطبعا أي شيء تبلشين به راح تبدي تنبني عندك أحلام وأهداف وطموح. فبلشت هنا تبدي أدي أحلام أنه خلص أبدي أبلش بالبراند مالتي، وورا نجاح البراند بلشت أطمح الأشياء الثانية اللي هو بيوتي سنتر وغيره وغيره وغيره. بما أن الشيء بشيء يذكر، أنا حابة بعد أني أسلط الضوء على هذا الجانب ما بين الفكرة إلى التنفيذ إلى واقع. صح. مؤخرا ركزتي جدا على إطلاق شيء يحمل اسمك. صح. وطلعتي بالبراند ومن بعده مركز التجميل، كيف تلخصين هذه التجربة؟ شوفي، أرجع قلت هي تجربة حلوة بس صعبة، يعني اللي يشوف النتيجة يقول عليها سهلة، بس هي بالحقيقة هي مو سهلة، لأن أنت لازم كل شيء تدرسيه بالبداية وتعرفين شو وقت هذا المشروع، وقته إش قد من مثل ما نقول متابعين، إش قد راح يحبوه، إش قد راح تنجحين وياهم بهذا الشيء، خاصة إذا أنت عودتيهم على الخدمة اللي تقدميها تكون جدا رائعة، وتكون قد الثقة مالتهم وقد كل شيء هم متمنين من عندك ومتعلمين عليه. هل هذا يضع عليك مسؤولية أكبر؟ كبيرة جدا. نعم. جدا جدا. يعني تخيلي إحنا من فتحت البيوتي سنتر أنا أخذت مدة مخلصة المشروع، بس مدة حتى ألقي الموظف الصحيح اللي ينطيني الخدمة الصحيحة على مود الزبون يعرف أنه من راح يجي على هديل راح يلقي هاي الخدمة اللي هو اللي يريدها والمتوقعها. هذا العشان فيك يا هديل. أكيد دائما رايتك بيضة. رجوعا إلى السوشيال ميديا وصناعة المحتوى، يعني بالنسبة لك شو السر وراء النجاح؟ وفي حالتك أنت شو السر وراء نجاح هديل على السوشيال ميديا؟ عندك رقم ما شاء الله يعتبر جدا كبير وشعبية كبيرة على السوشيال ميديا، 2.3 مليون ما شاء الله من المتابعين. طريقة صناعة المحتوى والتطور فيه، خبرينا عن هذا، يعني نفس ما نقول عالم بحد ذاته. صحيح.
هو أصلاً أنت من تبلشين به لازم ما تبقين حتى على نفس الليفل، دائماً يكون عندك معلومات جديدة، مواكبة جديدة للترند، لازم معلومات دائماً دائماً عندك معلومات، لأن شقد ما المتابعة تعرفين بكثرة هسه عندنا صانعين محتوى على السوشيال ميديا، فمن كثرتهم أنه لازم أنت تواكبين هذه الكثرة النوعية، وبنفس الوقت تقدمين شيء جديد حتى المتابع يبقى يشوفك أنه أنت صح تقدمي له. فهذا الشيء هم من صدقيني مو سهل، لأن أنت لازم يوميا تقدمين محتوى، لازم تكونين طبعا المحتوى يمكن أنت تعرفين أنه تحتاجين نفسية، تحتاجين أنه أنت تكونين مرتاحة نفسيا، مرتب المحتوى مالتك، وقت تحتاجين وقت حتى تصورين هذا المحتوى مالتك، فيحتاج لجهد بالأساس. هل تعتقدين أنه يرتكز ويعني يتمحور النجاح حول الشخصية في الأساس أم المحتوى أم طريقة التصوير والمونتاج؟ أنا بالنسبة إلي أشوفها كلها مع بعض، هو باكيج كلها مع بعض، وهي يعني أنا أقول السر الحقيقي البساطة، لأن أنت كل ما تقدمين بساطة حتكونين على طبيعتك، الناس راح تستلم، ترى اللي طالع من القلب يوصل للقلب. فإذا أنت كنتي بسيطة بمحتواك، بتصويرك، بالفكرة اللي تقدميها، يعني تخيلي أنا دائما توصلني هذا الجملة والمسجات من المتابعين، لو طبخة أسويها يقولوا ليش قد بسطيها، يعني هذه البساطة اللي أنت توصليها للمتابع مو كل يعرف يسويها، اللي يطلع من القلب يوصل للقلب. صحيح. لو نتكلم أكيد كل صانع محتوى خصوصا يعني متزوجة وأم وعندك عائلة، دور العائلة في دعم وتعزيز مهارات صانع المحتوى ودعم نجاحه، إلى أي مدى هذا الشيء مهم؟ ما تتخيلين إيش قد مهم، صدقا صدقا صدقا، هذا أحس أني جذور مثل ما نشوف على 100% الشاشة صور عائلتك 100%. يعني أني بالنسبة إلي زوجي هو ما حقول سر نجاحي، لا، بس هو الداعم الكبير إلي هو وخواتي وأمي الله يرحمها، لأن هم دائما دائما شوفي إذا ما تلقين هذا الدعم ما راح تقدرين تكملين، وكثرة المسؤوليات اللي عندك، فدائما هو وياي، كل ما أقول له شيء لا يفكر وياي ويقول إيه، ما فد يوم سمعت منه صراحة كلمة لا، بالعكس يفكر أنه شون أسوي الشغلة حتى تنجح يعني تطلع بأحلى صورة. رائع. طبعا نوجه أكبر تحية لشركاء النجاح ومعززي النجاح، ولا يمكن هناك أن تصل موهبة دون دعم الناس 100% اللي حوالينها. 100% إنزين، بالحديث عن الجمال والموضة، هل هناك موضة جمالية معينة تنصحين فيها من يتابعنا عبر دبي هذا الصباح؟ أنا بس أنصح بشغلة واحدة دائما بالموضة، أنه لا تتبعين كل موضة، بالعكس اتبع شيء اللي يناسبك أنت، ممكن تطلع شيء إحنا يعجبنا، بس خلينا نجرب قبل ما نتبعها، خلينا نجرب، ممكن أنا توالمني ممكن أنت ما توالمك، فإذا باللبس إذا بالميكب إذا بالشعر، فنشوف شنو الجديد ونجرب، وإذا حلوة طلعت علينا إذن نختار ما يناسبنا 100%. وبعد عندي سؤال آخر، وأكيد يعني نشهد اليوم خصوصا في السوشيال ميديا والمنصات موجودة عند الجميع هوس الجمال، خصوصا لدى المراهقات والفتيات الأصغر عمرا. صح. كيف ممكن أن نحن نخفف من وقع هذا الشيء السلبي خصوصا على الفتيات الصغار؟ كنا اليوم بهذا الموضوع نتحدث خلف الكواليس، أنه عن هذا الهوس اللي دي يروح للمراهقات ودي يأثر على نفسيتهم، وهم ما يعرفون هم وين رايحين. أنا أحس هذا الموضوع شوية تابع للأهل، ممكن أنه هم ما ينزلون التطبيقات للأطفال خاصة في سن المراهقة، أنا هيك مسوية ما منزلت لهم أي تطبيق على تليفوناتهم، لأن قد ما تقدرين تعلين بثقتها بالنهاية بهذه الموجة اللي هي ما السوشيال ميديا اللي دي يشوفوها دي يتأثرون بها. وثاني شغلة حتى تعزز ثقتها بنفسها، أرجع أقول لك الأم، أوكي، ثم المحيط مالتها، يعني إذا كانوا صديقاتها نفس طبيعتها نفس تربيتها همين رح يأثر عليها، بس إذا صادقت الصديقات اللي غير مثل ما نقول المهووسات بالجمال المهووسات بالترندات همين مثل ما نقول الصديق ساحب يعني. صحيح صحيح. بالنسبة لصناعة المحتوى نرجع لهذا الباب، وهو يعني نحن موجودين في دبي، ودبي هي الداعم الأول لكل المؤثرين وصناع المحتوى والمبدعين من حول العالم، برأيك إلى أي مدى ساعدت دبي
في إيصال وفي إنجاز هذه الرحلة؟ صراحة الكثير، لأن هنا تعرفين كل البراندات، كل الخبرات موجودة هنا. فأنا أصلاً ما بلشت مجالي هنا إلا من أخذت كورسات وأخذت شهادة وأخذت دبلوم بالميكب. بس أنا لو بغير مكان هذا الشيء يمكن ما كان يكون موجود، لازم يمكن أسافر غير مكان، أو لازم حتى يمكن موجودة بالبلد اللي أكون بها بس يمكن الخبرات مو بالمستوى اللي أنا أريده. فساعدني كثير حتى أبلش مجالي وحتى أستمر بمجالي، من اختلاطت بالخبرات الثانية نفس مجالي، من رحلة البراندات، من حتى بعدين هذا ساعدني من سويت براندي، لأن من كثر ما اختلطت بالخبرات اللي هنا صارت عندي، توفرت عندك معلومات واضحة. بالضبط، معلومات واضحة صارت عندي. صحيح. فلا أثر الكثير أكيد. نحن من هذا المنبر ومن هذا الباب نشكرك هديل عزاوي، صانعة أشكرك. محتوى ومؤثرة، على وجودك معانا، وطبعا كل التوفيق بإذن الله. أشكرك، يعطيك العافية. غرازيلا ومهران، يمكن هذا أبرز ما نحمله لكم في جعبتنا اليوم من أخبار سوشيال ميديا، وكذلك طرينا على الجمال والموضة مع ضيفتي هديل. أتمنى أن تكون هذه الفقرة نالت على إعجابكم وإعجاب مشاهدينا. طبعا بغض النظر عن الجمال والحديث الجميل، بدي شد على إيد ضيفتك لما قالت أنه يمكن أفضل طريقة حتى نبعد بناتنا، أنا أم لبنت مراهقة، أنه مطبقة نفس سياستها، ما في تطبيقات على الهاتف الذكي، ومحيطة الصديقات بالفعل، لأنه إذا بيشبهوا بعضهم قادرين يكونوا بتوجه واحد. شكرا جزيلا لك سالي ولا ضيفتك. شكرا جزيلا. كان عندي سؤال بسيط بس سريع، كيف جمال يا مهران؟ لا مش جمال، على أنا لاحظت أنه هي أنه هديل منزلة مثلا صور إلى لعائلتها على السوشيال ميديا، في بعض الأشخاص بتجنبوا هذا الموضوع، هل أثار لك مشاكل فضول الناس أو حشريتهم بعائلتك هديل؟ كيف تتعاملي مع الموضوع؟ أكيد أكيد، بس أني يعني حتى لو أنزلهم بس مو بذاك الكثرة أنزلهم. وبالنهاية أنه أنا حط حدود لكل شيء، يعني حتى لو مثل ما نقول يسببوا لي مشاكل أو يسببوا لي تعليقات سلبية إلي، أنا دا أعرف أنا إيش دا أقدم، أنا دا أعرف الياحد أنا مسوية أشياء هم ما دا يشوفوها خلف الكواليس. أنا حياتي مو مجرد صورة حاطتها، يعني بالفعل. حياتي دا أبنيها خلف الكواليس كل شيء هواية. ويعني أنا صليت مع السنة بالمجال، فجدا أعرف أتعامل ويا التعليقات السلبية ويا المشاكل. بس أريد أقول لك أنه أنا بالنسبة لي كهديل ما فد يوم تعليق أو صورة أو فيديو سبب لي مشكلة لعائلتي، لأن أنا حاطة الحدود اللي تحافظ على العائلة أكثر من ما تحافظ حتى على هديل. برافو، يعطيك العافية. برافو يا هديل، يعطيك العافية وكل التوفيق لألك.